وطبعا كان حصل فيه يعني مسحه طبعا اكيد لما راحوا المغرب واطمنوا طبعا على البعثه كلها الحمد لله سلبيه سواء جهاز او اللاعبين. طبعا لمزيد من الضوء على البعثه وعلى كل الامور اللي تخص البعثه لازم يكون معانا معالي سفير مصر بالمغرب السفير اشرف ابراهيم عبر الهاتف. اهلا بك معالي السفير. طيب هو الخط قطع واكيد هيكون معالي السفير معانا. زي ما حضراتكم عارفين ان بيبقى في صعاب بتواجه البعثه اكيد في السفر في الامور في الاداريه، فطبعا سفارات مصر بالخارج بتقوم بدور كبير جدا لتذليل هذه العقبات وكمان عشان يخلوا زي ما تقول ايه يعني يبقى في تسارع، يبقى البعثه جايه كل شيء مترتب لها سواء اقامه سواء سواء سواء، لان انت مهما كنت رايح فانت بيقابلك برضو مشاكل ان انت مش عارف البلد مش عارف اللي فيها. فاكيد هيكون معانا معالي السفير اشرف ابراهيم. الخط اتقطع واكيد هنرجع له. جاي على الخط تاني يا جماعه معالي السفير. طب بنحاول نجيبه واكيد اول ما يكون معانا. طيب معانا للاسف الخط قطع بس رجع تاني الخط. معانا معالي سفير مصر بالمغرب السفير اشرف ابراهيم. اهلا بيك معالي السفير. اهلا اهلا. في البدايه معالي السفير بنحب طبعا نشكر حضرتك على الجهد المبذول من سفاره مصر بالمغرب لتذليل العقبات طبعا والتنسيق مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس البعثه. بنشكر حضرتك على هذا الجهد يا معالي السفير. لا هو طبعا ما شكر على واجب لان ده واجبنا وطبعا معالي السفير، يعني يمكن سؤال بيتساءله جمهور النادي الاهلي، امتى بدا التنسيق مع معاليك عشان البعثه؟ امتى بدا الاتصال بحضرتك؟ يعني قول لنا البدايه كانت ازاي؟ لا الحقيقه هو طبعا الاتصال بدا يعني ما بين النادي الاهلي تواصل مع معالي السفير وطبعا النادي الاهلي تواصل معانا يعني قبل الوصول بحوالي 4 5 ايام. بعد كان بدا التوثيق بالنسبه لموعد الجمهور والاستقبال والكلام ده كله من قبلها، يعني الفتره دي كان تم بقى التوثيق. احنا بنقوم بدورنا نتصل بالجهات المغربيه نتاكد ان كل شيء مظبوط بالنسبه للحجوزات بالنسبه للانتقالات، ويعني ده كل ده تم يعني خلال ال5 ايام اللي قبل النادي الاهلي. طب معالي السفير يمكن الناحيه الامنيه واكيد الناحيه الصحيه كمان في ظل جائحه كورونا اكيد تهم جمهور النادي الاهلي، فيا ريت لو معاليك تطمنا على الوضع الامني واكيد الوضع الصحي كمان. لا هو طبعا الوضع الامني ما فيهوش اي مشاكل، انت عارف المغرب بلد يعني بالامان كويس ما فيهوش اي مشاكل من ناحيه الامان والتامين. بالنسبه لكورونا طبعا انت عارف الاعداد في الفتره اللي فاتت في موجه في المغرب، الاعداد طبعا زايده شويه، طبعا المغرب ما بتحط كل الجهد لاحتواء الجائحه والموجه دي. طبعا انا عارف ان بيبقى في نوع من القلق طبعا لما تكون فرقه بتلعب في بلد وفي يعني الجائحه الاعداد فيها متزايده، انما انت عارف اجراءات الحكومه المغربيه بدون او ستين نسبه شويه قياديه بيضطروا على تقديم كوره في المغرب ضد كورونا. يعني الدنيا طبعا بتبقى معزوله بتكون في ما يسمى بقاعة، وبحس ان هم بيوصلوا بيبقى طبعا بتعمل لهم مساحات وبتبقى مساحات متكافئه، بيطلعوا من الفندق للتدريبات ويطلعوا الفندق من الفندق للمباريات وهكذا. طب معالي السفير هل عند حضرتك معلومه اذا كان المباريات هتبقى بجمهور؟ اكيد طبعا كان في تنسيق مع معاليك طبعا في الامور دي، اكيد هيبقى في جمهور لا ما فيش جمهور، يعني عند حضرتك معلومه بخصوص هذا الشان؟ لا لا ما فيش جمهور بالتاكيد. طبعا هو الجزء بحكم يعني هو في حاله طوارئ صحيه، وبالتالي بنود الطوارئ الصحيه دي اولها ان ما فيش جماهير في المباريات، ما فيش اي تجمعات اكثر من 25 شخص. طب انت عارف مباراه النهائي بتاعت البطوله الافريقيه للاهلي كان فيها وسبها كانت بدون جمهور، امبارح البطوله العربيه كانت بتتلعب برضه كانت. الو معالي السفير حضرتك معايا يا فندم؟ معاك. معلش الصوت بيقطع بس، فلو حضرتك بس يعني معذره لو تغير مكانك يبقى نكون شاكرين لفضل حضرتك. تمام. لا انا بقول المباريات هتقام من غير جمهور لان بالتاكيد وفقا لبروتوكول الطوارئ الصحيه في المغرب ان كل المباريات بتتلعب بدون جمهور. نهائي البطوله الافريقيه كان بدون جمهور، وامبارح نهائي البطوله العربيه كان.
ممتاز ان شاء الله، وكالعاده يا رب يبقى المغرب والشاي حلو علينا ان شاء الله، ونرجع متوجين زي ما بطوله افريقيا توجنا بيها ان شاء الله، يبقى وش يعني المغرب علينا كمان جميل في كره اليد. معالي السفير اشرف ابراهيم سفير مصر بالمغرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ليك. الحقيقه طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين بيبقى في تنسيق عالي مع السفارات المصريه في الخارج، والحقيقه السفير اشرف ابراهيم من انجح يعني الحقيقه السفراء، لانه المغرب من الدول شمال افريقيا اللي بيبقى فيه احداث كثيره جدا.